السلام عليكم البنات، كديرين؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ رحنا توحشناكم، توحشتونا. مهم اليوم جيت عند خواتاتي معروضة، عندهم خواتاتي الكبيرة والصغيرة حيت انا الوسطانية، وعندهم الوليدات مساكن وعندهم الولدات باقين صغار، ومع الموسم الدراسي دابا ويمشيو ويجيو بوحدهم، وهادشي علاش جيت عندهم. ومن هنا كنتمنى من اللي شاف هاد لا فيديو، ملي شاف هاد لا فيديو يدير ليا لايك ويدير ليا ابوني، ومرحبا بالناس الجداد، وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينين، وشكرا على الخوف ديالكم على صحتي، وراس انا كنخاف عليها باش نبقى ديما معاكم الا هي في العمر. ومن هنا حبايبي الزوينين كنتمنى ديروا ابوني وديروا لايك وتابعوا الفيديو حتى الاخر، تشوفوا واحد الكوتي على قد الحال. هذا المكان الزوينات ديالي، النويرات ديالي. ولهذا البنات راه هادشي تيخلع، هادشي تيخلع. ما حيلتنا المرض، ما حيلتنا المرض، ما حيلتنا المرض الناس عباد الله. راه هادشي، هاد الفواجع اللي كنسمع انا. طيب نهضر معاهم، طيب هانتي هضري معاهم بلاتي، واخا اختي بغات تهضر معاكم، بغات توصل لكم واحد الميساج، واحد الميساج سخون. هادشي هاد الوليد عدنان، انا من هنا كنقدم التعازي للام ديالو والاب ديالو ولجميع الامهات ديال العالم، وجميع امهات المغرب، وجميع الامهات العاملات اللي كيخليو وليداتهم في يد الله تبارك وتعالى، كيخليو وليداتهم في يد الله مساكن. لا حول ولا قوه الا بالله. انا واخا ما عنديش الوليدات، قلبي تضرني على وليدات الناس. انا واخا واخا ما عنديش الوليدات، راه عندي الكبده ديال الوليدات الصغار، وليدات خواتاتي، وليدات الناس. اي وليد صغير انا كيجيني بحال ولدي، ما كنبغيش اللي يقرب ليه ولا يحط عليه يده. ومن هنا كن دعيناهم لله، وهذاك الشخص كنتمنوا من الله ياخذ فيه الحق كيف ما خداتو فيه العداله. والحمد لله عندنا العداله في المغرب مزيان، والحمد لله. تنشجع الامن الوطني، وتنشجع القوات الامنيه، والله ينصر سيدنا، والله ينصر وزير الداخليه اللي تنتمنى. انا بغيت يعطوه الاعدام. انا من رايي، انا اي شخص كيغتصب دري صغير ولا دريه صغيره يقطعوا ليه الراس ديالو، يعني من هنا يقطعوا ليه الراس. بزاف اختي هادشي، بزاف. انا كنجمع يا ربي السلامه، يا ربي السلامه على هادشي اللي كنشوف. وهاد الوليد غير السميه ديالو سبحان الله العظيم كتشرح القلب، سميتو عدنان. ويا ربي من هنايا كنقول يا ربي هاد عدنان يكون في ضيافه الرحمن يا ربي. واصلا هو مشى شهيد وملائكه، هو اصلا ملائكه ديال الرحمن يا ربي. فين هو تليفوني؟ الله يجعل ربي يحفظ وليدات المسلمين كاملين، الوليدات الصغار كاملين، الله يجعل ربي يحفظ من امهاتهم والابائهم، وكاع جميع النساء اللي عندهم الوليدات الصغار يحضيو ولادهم، يحضيو ولادهم، يحضيو ولادكم. ديروا بالكم على ولادكم، علموهم ما يقربوش للناس، وما يقرب لهم حد، ما يقرب لهم حد. اللي عنده شي وليد ولا شي بنيه صغيره توصي ولدها ولا بنتها، ما يقيسوا حد، ما يقيسوا حد. هادشي اللي غنقول لكم. وكنقدم التعازي للام ديالو والاب ديالو والعائله ديالو الصغيره والكبيره، وكنقدم التعازي لجميع المغاربه، ودوك الوليدات، دوك الوليدات اللي تخطفوا، تخطفت خمسه الوليدات، ما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اجرام، اجرام. شتي داك لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. والله العظيم جيت عند خواتاتي بعدا، انا بنت اختي الصباعي داك اللي قالت لي خالتي راه تخطفوا الوليدات الصغار، حيت انا كنشوف هذاك الشيء، كنشوف هذاك الوليد، كنشوف في الاخبار.
في اليوتيوب كنشوفوا الاخبار جيبها ولكن ما كنتش عارفه راه خمسه الوليدات حتى هما تخطفوا جوج بنات وكذا الدراري هادو دي بيدوفيل عايشين وسط منا كتشوفي راه تيميد وحامي راسو وغادي ومعصب كاع دوك الناس اللي كتلقاه داخل سق راسو وساكت وهادي وهادي هذاك راه انورمال 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 اي واحد كتشوفيه راه كيتمسكن وساكت هذاك عارفيه انورمال ما تقر ما تخليش يقرب ليك ولا لولادك ولا على هذاك اللي ومن هنا انا بعدا انا وليت خايفه انا عسك كنخاف على راسي انا الكبيره شرفت وكنخاف على راسي كنت كتخافي على راسك من اي حاجه اي حاجه ممكن تخافي منها انا مره كبيره وكنخاف على اي حاجه تقدر تصيبك تقدر لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كيطمعوا في الكبار وفي الصغار ما عندهم هما كثار لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وما نطولش عليكم نتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم واحد شويه ديال الميساج ونتمنى بالله الام ديال هاد الوليد عدنان تكون ان شاء الله يا ربي تصبرها وتصبر جميع امهات اللي ضاعوا ليهم وليداتهم في هاد الحوادث هادشي ماشي غريب علينا هادشي راه بزاف 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 ها وليدنا كامل هاد الوليد مسكين هاد الوليد راه ماشي حول ولد هاد المراه هادي مسكينه راه ولدنا كاملين ولد المغاربه كاملين ولد المسلمين كاملين هادشي ما تبغيش تلعدوك اليهودي ما تبغيش ياك مسيره من المغرب من طنجه حتى للقويره ماشي غير طنجه خصهم مسيره من طنجه حتى للقويره قالك هو مازال ما دارش شي ومن هنا حبايبي الزوينين غنخلي لكم واحد العراضه دارت لينا اختي الصغيره على قد الحال شوفوا واحد الكوتي متواضع المهم جمعنا عليه وجمعنا عليه وهضرنا معاكم راني كنهضر معاكم على الطويله هادي المتواضعه على قد الحال وحبايبي الزوينين غنخليكم لا اله الا الله محمد رسول الله يا ربي تصبر هاد المراه على ولدها يا ربي وباي باي.